السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، صدق الله العظيم. ثم وعدناكم أعزائي المتابعين، رجعنا لكم فيديو جديد، قصة جديدة، حكاية جديدة. واعذروني على صوتي لأنه معي شوية برد. أعزائي المتابعين، كثيرة هي الطرق المظلمة اللي ما حدا من البشر بحب يسلكها وخصوصا بالليل. فهاي الطرق إما بتلاقيها طرق مسكونة بالجن، أو بكثير من الأحيان بتكون مليانة باللصوص وقطاع الطرق. واليوم موعدنا من خلال قناتكم، قناة الرعب هيرور إكس، مع واحدة من أقوى قصص الرعب المخيفة جدا، قصص رعب وخوف لأقصى درجة. قصتنا بعنوان جن على الطريق. خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، قناتكم قناة الرعب هيرور إكس. بتدور أحداث هاي القصة حول شاب اسمه يزن، ويزن كان طريقه لقريته واللي واقعة إحدى المناطق النائية بإحدى الدول العربية. وبسبب عمل يزن اضطر إنه يسافر بالليل. ويزن بعرف طريق مختصر راح يخليه يوصل بسرعة للقرية تبعته، مشان هيك قرر انه سافر خلال هالطريقة. بس المسكين يزن ما كان بعرف شو اللي قاعد بنتظره هناك. كان الطريق مظلم جدا وما فيه اي شيء، وهو ماشي يزن بالطريق ما قابلوا لا سيارات لا إنس لا جن لا بشر، وكمان طريق مش ممهد نهائيا، يعني كله مطبات. قرر يزن إنه يسوق سيارته بهدوء عشان ما تخرب سيارته، وخصوصا إنها جديدة. وفجأة وبينما كان يزن سايق سيارته، ظهرت قدامه فتاة حاطة إيدها على وجهها، وكانت هالبنت هاي مرتعبة بشكل كبير. بدأت هالبنت تضرب على شباك السيارة تبعت يزن وهي تقول أرجوك افتح الباب وخذني معك، أرجوك أنقذني. قال لها يزن شوفي شو اللي عم بيصير معك. قالت البنت ما فيش وقت للشرح، راح يجوا لعندنا راح يوصلوا، خلينا نهرب قبل فوات الأوان. هون يزن ما تردد نهائيا بإدخال هاي البنت للسيارة، وكان يبدو عليها إنها خايفة كثير وإن كأنها شافت شيء مخيف بهالمنطقة. وما إن دخلت هالبنت على السيارة حتى ظهر قدام يزن أربع أشخاص، ولما دقق النظر بهالأشخاص الأربعة باستخدام ضوء السيارة العالي كانت المفاجأة، المفاجأة اللي ما توقعها يزن. الأشخاص الأربعة تقريبا مو أشخاص بالأساس، هم أربعة وجوههم مشوهة وشعرهم خفيف جدا، وبينظروا للسيارة وبديهم أسلحة مخيفة. واحد ماسك بإيده سيف طويل، والثاني ماسك سكينتين، واحدة باليمين واحدة باليسار. أما الأضخم والمخيف فيهم كان ماسك بإيده منشار كهرباء، والأخير كان ماسك بإيده منجل، والمنجل الفلاحين بيعرفوه اللي بحصدوا فيه القمح. هون يزن أصاب الخوف الشديد وبدأ يرد جملة واحدة بس، مين هذول؟ مين هؤلاء؟ مين هؤلاء؟ اللي هم بالأصل مش بشر.
البنت هون قالت أرجوك خلينا نهرب من هون، راح يجوا لعندنا وإذا اجوا ما راح نقدر نهرب، راح نفقد حياتنا، أرجوك تحرك بالسيارة لورا خلينا نهرب بسرعة. كانت هاي الكلمات هي اللي صحت يزن من الموقف اللي هو فيه، مباشرة حرك السيارة وساقها وهرب من هالكائنات الغريبة. وما أن تحركت السيارة حتى بدأوا يتحركوا ناحية السيارة، منظر هالكائنات وهي بتتحرك ناحية السيارة كان مخيف جدا، وبإيد كل واحد منهم سلاح بيخوف أكثر من الثاني. وبالرغم من أنه يزن كان متأكد من قدرته على الهرب بصفة خاصة، أنه الطريق ما فيه غيره إلا منظر الكائنات، خلت نبضات قلب يزن بتصل لأقصى حد وكأنه قلبه راح يطلع من مكانه. وبالأخير تمكن يزن من الهرب بالسيارة ورجع لورا. قرر يزن يسأل هالبنت هاي شو اللي صار، ومشان يعني شلون وصلت إلى هالمنطقة المقطوعة هاي. جاوبت هالبنت وهي حاطة إيدها على وجهها من شدة الخوف، اتعطلت سيارتي هون ووقفني هذول الأربعة وما تمكنت مني أتمالك أعصابي، فقررت أترك السيارة وأهرب عنهم. قال لي يزن لا تخافي، أنا راح أوصلك لبيتك وراح تكون إن شاء الله بخير. خبرت الفتاة يزن إنه في طريق مختصر راح هالطريق هذا يوصلها بسرعة لبيتها، يعني مش عارف طريق مختصر ثاني. قال يزن طيب ماشي ما فيش مشكلة، يعني ما تاب من أول مرة نسي اللي صار معه بالطريق المختصر. المهم بدأت هالبنت هاي تشاور لطرق تبدو غريبة نوعا ما ليزن، فهاي الطرق وكأنها مهجورة ما فيها أي نوع من الحياة. هون بدأ يزن يشك بأمر هالبنت هاي، بس كان يهدي نفسه ويقول بسره ممكن هالبنت هاي بحالة صدمة، وهي الصدمة خلت هالفتاة مش قادرة على أنها تتذكر الطريق، وكل ما بتفكر فيه الوقت الحالي هو الهرب لبعيد عن هالمنطقة هاي وهذا الطريق بالتحديد. بس مرت ساعتين وهالبنت بتشاور ليزن بطرق مخيفة ومقطوعة. هون فجأة نظر يزن لا وراء، فاكتشف انه هالبنت بعدها حاطة ايدها على وجهها، وكان في جزء بسيط من وجهها واضح ليزن، وكان هالجزء كان يبدو وكأنه مشوه. وقف يزن السيارة قال لهالبنت يبدو انك ضيعتي الطريق، راح اسوق لأقرب مركز للشرطة وهو بكل تأكيد راح يساعدك للوصول لبيتك. هون بهالوقت ردت البنت على يزن وقالت لا ليش، احنا وصلنا للبيت والبيت قدامك مباشرة على اليمين. نظر يزن للبيت فكانت الصدمة الكبيرة، البيت وكأنه محطم ومهجور وما فيه حياة نهائيا، يعني خرابة. هون بدأ الرعب يدب قلب يزن مرة ثانية، بس هدي شوي لما طلعت البنت من السيارة بكل هدوء وقالت له شكرا على توصيلي لبيتي، واتجهت هالبنت للبيت. بهالوقت فجأة سمع يزن صوت غريب جاي من أسفل السيارة، ومش هون الأمر المخيف، الأمر الوحيد المخيف. بهالوقت ظهر ليزن شخصين يعني بتقدر تقول عنهم انهم غريبي الاطوار، كانوا مشوهين كمان، وبدأوا يطرقوا بكل قوة على زجاج السيارة، الامر اللي خوف يزن كثير وخلاه عاجز عن التركيز. باليوم الثاني طلع اهل يزن كلهم يدوروا عليه، لانهم بعرفوا انه يزن لازم من امبارح يوصل على القرية، بس ما وصل. قرروا يطلعوا يدوروا عليه.
ظلوا يدوروا عليه حتى رب العالمين سبحانه وتعالى هداهم إن نفس الطريق اللي دخل فيه يزن لبيتها البنت. وصل أهل القرية للبيت القديم لنفس المكان اللي كانت سيارة يزن واقفة فيه، وكانت السيارة على حالها بس الإطارات كلها مثقوبة والزجاج الأمامي محطم بالكامل، بس يزن مش موجود بالسيارة. استمرت محاولات العثور على يزن حتى لاقوه فاقد الوعي على بعد 50 متر من البيت. راحوا لعنده، ولما فتح يزن عينه لقى أهله حواليه. لما شافهم اطمن وأخذوه على المشفى ولاقوا حالته طيبة طبيعية، ما في أي إشي. أخذوا يزن، أهل يزن أخذوا يزن على البيت، ولما صحصح وصحي 100% وعرفوا أهله أنه صحي قالوا له احكينا شو اللي بالضبط صار معك. ولما حكى لهم كل شيء صار معه بالتفصيل، يعني لما صحي وسألوه حكى لهم كل شيء صار معه بالتفصيل. ومن يومها قرر يزن انه ما يدخل اي طريق مقطوع او مختصر حتى لو بده يظل يومين على الطريق. اعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. ان شاء الله يكون حاز على اعجابكم، يعني تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وتسجيل الاعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.